دون بطاقة حماية مؤقتة. لا أحد يعترف بنا، ويرعبنا مجرد التفكير بالعودة إلى سوريا. هي قصة مئات وربما آلاف من السوريين الموجودين بلا أوراق قانونية في تركيا. قصة أحمد واحدة منها. لديه طفلتان وزوجته في سوريا منذ سنتين، يحاول أن يلم الشمل دون جدوى. ينام أحمد في مكان عمله محاولا ادخار ما يستطيع من أجرته لإرسالها لزوجته وإدخالها إلى تركيا. صلي شي سنة ونص سنتين وعيالي بسوريا، أنا كملك ما معي، مسلم كملكي وما بيعطوني كملك. المهم قالوا لي قدم طلب استرحام، قدمت طلب استرحام، قال بدك تجيب يعني عيالك لحتى نقدم لك طلب استرحام نوافق لك عليه. حاولت مع كثير عالم، مع سماسرة ومع كثير، ما مشي الحال. قالوا لي حصريا بأضنة أو بأورفا، وحتى بأورفا هلا ما في، بأضنة وبدهم مصاري، بدهم 400-500 دولار وأنا ما معي. لا طريقة للوصول إليهم. أبو عادل أيضا جاء إلى تركيا منذ 3 سنوات ويحاول أن يجد طريقة لإدخال عائلته دون جدوى. مقاطع الفيديو التي تحمل رسائل الشوق والمحبة من فتياته أبكته أكثر من مرة أثناء مشاهدته لها. يقول أنه يائس ويخاف العودة وحرمان أطفاله من فرصة الدخول إلى تركيا وتغيير حياتهم بعد المعاناة تحت البراميل المتفجرة في مدينة حلب والحصار والتهجير. متزوج وعندي 4 أطفال، 3 بنات وصبي. أكبر الوحدة عمرها 11 سنة وأصغر الوحدة عمرها 6 سنين. من طلت فترة أيام الثورة إلى يوم التهجير، وتهجرنا من مدينة حلب ولحالي، طلعت على تركيا لحالي وما حسنت أطالع زوجتي وولادي لأسباب مادية، يعني هي كانت الأساس. ولحد الآن صار لي 3 سنين وأنا هون وهن سوريا. سلكوا جميع الطرق وطرقوا جميع الأبواب دون جدوى. من لهؤلاء السوريين الذين لا يمتلكون الخيارات هنا في تركيا؟ يقولون لا أحد يريد مساعدتنا في محنتنا هذه، سواء من الجهات الرسمية أو غير الرسمية. وائل عادل، تلفزيون سوريا، مدينة غازيانتاب، جنوب تركيا.